هاي، أنا لارا وأهلا بكم معايا النهاردة في أول حلقة على الشانل. النهاردة هنتكلم على 5 مفاتيح أساسيين للسعادة. أول مفتاح وهو العلاقات الهادفة أو meaningful relationships. وأنا بعمل الريسيرش بتاعي على السعادة وقعت بالصدفة على تيد توك بتاع الهارفارد ستادي اوف هيومن ديفلوبمنت، اللي هي أكبر ستادي اتعملت على ال happiness in general، واللي توصلوا له في الآخر كانت very interesting. الناس اللي كان عندهم meaningful relationships في حياتهم، يعني حد في حياتك تقدر تثق فيه، حد في حياتك انك عارف انه مهما حصل تقدر تعتمد عليه. الناس اللي كان عندها علاقات بالمنظر ده في حياتها هي اللي عاشت اكتر، وهي اللي عاشت بصحة احسن، وهي اللي عاشت مبسوطة زيادة أو happier. المهم مش الكوانتيتي بتاعت الناس اللي حواليا، المهم هي الكواليتي بتاعت الناس اللي حواليا، والكواليتي بتاعت الريليشنشيب بتاعتي مع الناس دي. المهم انه يبقى عندي حد أثق فيه فعلا، وحد انا عارف انه لما احتاج له اقدر اعتمد عليه. المشكلة ان احنا ما بناخدش وقت علشان ننمي العلاقات الهادفة اللي في حياتنا، ودي حاجة مهمة قوي لازم نعملها. ازاي نعمل الموضوع ده؟ نقضي وقت زيادة مع الناس اللي بنحبهم ومع الناس اللي هم they mean the most to us في الحياة. هتقولولي ما عنديش وقت، هقولكوا that's not true. ليه؟ لانه كم مرة الواحد بيقول انا ما عنديش وقت اعمل كذا وما عنديش وقت اعمل كذا، وبالليلة اللي بنعمله انه بنبقى كلنا قاعدين على تليفوناتنا بنتفرج على فيسبوك ولا انستجرام ولا على يوتيوب ولا whatever، قاعدين على السوشيال ميديا ربع ساعة بتجر ربع ساعة بتجر نص ساعة بتجر ساعة، بنلاقي نفسنا قاعدين بالساعة ساعة ونص. كان ممكن في الوقت ده نروح for coffee with a friend، كان ممكن في الوقت ده نعمل تليفون لحد احنا بنحبه بقالنا زمان تكلمناش معاه، كان ممكن في الوقت ده نجو فور ا واك. المهم في الاخر انه احنا ندي الوقت انه نشير اليوم بتاعنا، نشير الاحاسيس بتاعتنا، الفيلينجز بتاعتنا مع الناس اللي بنحبها، ويبقى عندنا سبورت سيستم. الحاجة التانية اللي مهمة قوي انه نعملها انه نجيف undivided attention. يعني ايه؟ يعني انا ابقى فوكس معاك 100%، مش ان انا بس ابقى قاعدة معاكي وسمعاكي بنص راسي والنص التاني قاعد بيفكر في يومي هيحصل فيه ايه وبكرة هعمل ايه والنهاردة لما همشي هعمل ايه. نو، ابقى مركزة معاكي. الحاجة التانية اللي مميتة لأي علاقة انك تبقى قاعد مع ناس وقاعد على التليفون. لازم لما نبقى قاعدين مع ناس نديلهم كل اهتمامنا، كل الفوكس بتاعنا، علشان فعلا نبني علاقات هادفة. تاني كي للهابينس هو الشكر. كلمة gratitude بتسمعوا انها كتير جدا، بس للأسف مفيش ناس كتير بتاخد الوقت انها تعملها. في 2 psychologists عملوا بحث عن الـ importance of gratitude او الشكر، وايه ازاي بيأثر في حياتنا. اخدوا مجموعة ناس وقسموهم 3 جروبات. اول جروب خلوه يكتبوا كل اسبوع الحاجات that they're grateful for والحاجات اللي بيشكروا ربنا عليهم. تاني جروب طلبوا منهم انه كل يوم يكتبوا الحاجات اللي بتضايقهم والحاجات اللي عصبتهم اليوم ده لمدة اسبوع برضو. تالت جروب طلبوا منهم انه يكتبوا بس على اي ايفنت حصل لهم في خلال الاسبوع ده اثر فيهم بشكل سلبي او ايجابي، مش مهم، المهم انه يكتبوا اي ايفنت حاجة حصلت اثرت فيهم في خلال الاسبوع ده. اللي اكتشفوه بقى بعد 10 اسابيع انه اول جروب اللي هو كان بس فوكس على الحاجات الكويسة في حياته كان اسعد، كان more optimistic، يعني عنده تفاؤل زيادة، كان بيعمل exercise زيادة، وكان بيروح للدكاترة اقل. فاحنا ازاي دلوقتي ممكن نتاب into الباور بتاعت الجراتيتود دي؟ very simple. لو ناخد 2 دقيقة بس كل يوم الصبح نبص للسماء ونقول اشكرك يا رب على كذا وكذا وكذا. الحاجة التانية اللي ممكن تعملوها انكم ممكن تعملوا gratitude journal، كل يوم تكتبي في اخر اليوم انا النهاردة I'm thankful for كذا وكذا وكذا. او بكل بساطة لو مش عايزين تكتبوا ومش عايزين تاخدوا وقت انكم تشكروا ربنا الصبح، ممكن تشكروا ربنا as you go. لما ارجع البيت بسلامة كل يوم اشكرك يا رب انك رجعتنا النهاردة بالسلامة. لما ابني يقع ويبقى this close انه يكون يعني الخبطة هتيجي في عينه، اشكرك يا رب ان انت حميته النهاردة.
أبقى ماشي في الشارع وأشوف حد مش قادر يمشي، حد على ويل تشير. أشكرك يا رب إن أنا عندي صحة أو إن أنا بقدر أمشي. دي كلها حاجات الواحد بياخدها for granted، بس مش المفروض ياخدها for granted. كل إنسان فينا ربنا مديله حاجات كتير جدا ممكن يشكر عليها. لو إحنا بس نشفت المايندسيت بتاعنا من بس إن إحنا بنبص إيه الحاجات اللي مش عندنا وعند غيرنا لإيه الحاجات اللي عندنا ومش عند غيرنا. تالت مفتاح السعادة المساعدة، إنه أدي من وقتي وأدي من نفسي، أدي من فلوسي، أدي giving back للناس. في group of scientists لقوا بخلال الـ MRI technology الـ effect بتاع giving على البرين، ولقوا إنه نفس الحتت اللي في المخ اللي بتتعمل stimulate بالأكل أو بالسكس، نفس المناطق دي بتتعمل stimulate لما بندي للناس التانية. عملوا بحث وأخدوا ناس وقسموهم في 4 جروبات. أول جروب قالوا له روح أعمل act of kindness، حاجة كويسة لنفسك، يعني روح أعمل shopping، روح أعمل دوافرك، روح أعمل حاجة تبسطك أنت. تاني جروب قالوا له روح وأعمل act of kindness للناس التانية، يعني روح زور حد عجوز، روح ساعد، روح ادي donation، اعمل اي حاجة. تالت جروب قالوا له روح اعمل act of kindness علشان تحسن من الدنيا من العالم، يعني اعمل recycling او اعمل donate لinternational charity او حاجة كده هون. ورابع جروب قالوا له ما تعملش اي act of kindness، بس اكتب لنا كل يوم ايه الحاجات اللي انت بتعملها في خلال يومك. وطبعا no surprise لقوا انه الجروب اللي عمل acts of kindness لناس تانيين هو اللي كان happier. يعني انا ممكن اروح اعمل volunteering في الكوميونيتي بتاعتي، ممكن اعمل volunteering في الشغل بتاعي، ممكن اساعد واحدة صاحبتي بتدور على شغل. ولو ولا حاجة من دي نفسكم تعملوها، ممكن تعملوا حاجة بنسميها هنا random acts of kindness، ودي ممكن تبقى as simple as لما اشوف حد كبير في السن شايل الجروسريز بتاعته ومش قادر، ممكن اروح اساعده او اديله الجروسريز بتاعته العربية. لو انا مستني دلوقتي في public bathroom وفي طابور طويل وشفت ام معاها ولاد صغيرة عايزة تخش التواليت، ادخلها قبلي. لو انا في اوتوبيس والاوتوبيس زحمة وانا قاعدة ولقيت واحدة ستة حامل او واحدة ستة عجوزة مش لاقية كرسي، اقوم ودي الكرسي بتاعي. كل دي random acts of kindness، حاجات بسيطة مش هتاخد منك انت حاجة، بس هتعمل كتير جدا للشخص التاني وهتعمل كتير جدا في نفسيتنا. رابع مفتاح السعادة وهو